رح نتعرف سوا بهذا الفيديو على فوائد التمرين بعمر مبكر، التمارين المناسبة للأطفال، أحسن طبيعة التمرين يتبعوها الناس المتقدمين بالعمر، وللسيدات رح نعطي تيبس كيف فيكن تتمرنوا تخسروا وزن وتوصلوا للشيب يلي بدكن اياه. ليش لازم نتمرن من عمر مبكر؟ بتأثبت الدراسات انه التمارين هي من اكثر العوامل الايجابيه يلي بتخلي الاشخاص تكون بعيده عن الامراض المزمنيه اللي هي منها السكري، الكوليسترول، الضغط، الاوستيوبوروسيس او ترقق العظم، تكلس العظم، كل هالقصص يلي بتؤدي للاوجاع. كل ما كنا صغار كل ما كان عندنا طاقه اكثر وحيويه اكثر، كل ما كنا قادرين نحرك، كل ما كنا قادرين نتجنب يكون عندنا وزن زايد. طبعا للاطفال ما بننصح بالتزام النادي او حمل الاوزان لسبب واحد ومعين، يلي هو انه الاطفال بهالعمر الصغير بعد ما صار عندهم هرمون التستوستيرون يلي هي العامل الاساسي الاول لخلي الشخص ينمى عضله ويكبر. فاذا الاطفال اذا التزقوا للجيم اكيد بيستفيدوا، ولكن منه هيدا الشيء الاساسي لهم. من احسن التمارين للاطفال هي التمارين يلي بتخلي هالاطفال تفضي الطاقه الكبيره يلي عندهم اياها، وفيها تكون من خلال الجودي كيب او الالعاب الجماعيه يلي هي الباسكت او الفوتبول، او الالعاب الثانيه يلي بتكون انديفيدجوال مثلا مثل الجيمناستيك او التنس او السباحه. هالتمارين بتساعد اكثر الاطفال حتى يشغلوا عقلهم ويشغلوا جسمهم بطريقه حلوه، فبيكون الشخص عم بيقوي الاي كيو تبعه، عم بيطور ذكاءه لو من خلال السبور، وطبعا عم بفضي الطاقه والانرجي الكبيره يلي عنده اياها. وهون نحن بنعني بالاطفال الفئه العمريه اللي بتتراوح بين 3 وال 14 سنه. وبنحب نوضح ونزيد انه حيلا شخص منه قادر يلتزم باكتيفيتي معينه، طبعا في اكزرسيات بيقدر يمارسها بالبيت ويعملها، منها فيها تكون الجامبينج جاكس، الهاينيز، البات كيكس، الماونتن كلايمبرز، وكثير من الاكزرسيات فيها تكون الركض، المشي، حيلا اكزرسيس بحرك فيه الولد في جسمه. لما تتقدم بالسن مش يعني لازم توقف سبور، طبعا طبيعه الرياضه بتختلف، ولكن فيك تضل ملتزم لتمارين معينه. من المستحب انه يصير الشخص يشتغل اكثر على البالانس او على اكزرسيات البوستشر يلي هن بيحموه اكثر من الوقوع يلي هن خاصهم بالبالانس، او اكزرسيات البوستشر يلي بتحميه من الاوجاع يلي معقول يتعرض له. بخصوص حمل الاوزان، طبعا ما بيناسب الشخص يلي كبير بالعمر يتمرن مثل ما كان يتمرن بالعمر السابق او مثل الشاب الصغير، لانه نحن بهالعمر بصير كثير بهمنا اكثر ننتبه على المفاصل جسمنا وعلى الليجامنتس تبعنا. سو ابدا ما بيناسبنا انه الشخص يحمل وزن ثقيل ويزور على حاله مثل ما بيقولوا، لانه هالشيء معقول يعرضه ويحطه تحت ريسك انه يصير منصاب. يفضل دائما انه الاشخاص الكبار بالعمر يكون عم يتابعوا شخص مختص، لسبب اساسي وكثير مهم، انه بيقدر يكون معه عم بيشوف شو هي اوجاعه او وين عنده مشاكل وبيقدر يساعده عليها حتى يتخطيها او حتى ما يخليها تزيد. بدك تتمرني تخسري وزن وتحصلي على الشيب اللي بدك اياه، في كثير تمارين لازم تتبعيها. التزام للجيم وممارسه تمارين البادي بيلدينج ما بيعني انه جسمك رح يكبر ورح يعرض كتافك او رح يعرض ظهرك، بالعكس هيدا الشيء رح يكون ايجابي جدا لتخلي عضلك يصغر او يشد ويزن. بس طبعا بحب اكد واقول اذا الشخص ما بينتبه على اكله وبضل يزاول بس تمارين البادي بيلدينج ويحمل اوزان كثير ثقيله، لا طبعا المرأة لو هي جسمها منه قابل ليعرض ويكبر مثل الشاب، ولكن بصير في احتمال كثير كبير انه توصل لهالافه ولهالريزلتا وتشوف حالها انه عم تعرض شوي شوي او انه عم تضخم. منشان هيك نعمل ميكس بين التمارين بين بادي بيلدينج وكارديو، وطبعا انتباه لنوعيه الاكل تبعنا هو اهم سوليوشن او اهم شيء بيقدر يعطينا النتيجه اللي نحن بدنا اياها. في كذا نوع تمرين منهم الكارديو. الكارديو بنحكي عن كذا كاتيجوري، من الاشخاص يلي بتروح على الجيم في يكون على التريدميل، على الالبتيكال، على ستيب ماستر يلي هي مثل درج الشخص بيطلع عليها، او الروينج ماشين وقتها بيكون شخص قاعد وعم يسحب ماشين لعنده، او الاشخاص يلي منا قادر تروح على الجيم فيها تمشي، تعمل هايك، تركض، السباحه. هالتمارين كلها بتشغل الكارديوفاسكولار سيستم بالجسم او عضلات القلب وبتساعد كثير على حرق الدهون والضعف. النوع الثاني من التمرين هو البادي ويت تريننج او التمرين بعضلات الجسم من دون ما نحمل وزن، هالتمرين فيكون من وراء سكوات، اللانجز، البوش ابس. الافانتاج تبع هالتمارين بيقدر ينعمل وين ما كان وبحيالله وقت. طبيعه هيك تمرين كثير بتشد الجسم، بتخلي العضل يكبر بطريقه ما تكون كثير كبيره وبتساعد على الشيب وعلى التونينج. وبحسب هدف كل سيدة بتركز أكثر بالإكزرسيات على المنطقة يلي بدها إياها تشد أكثر، فإذا عم نحكي عن الإجرين بتركز أكثر على الإكزرسيات المختصة بالإجرين يلي هن سكوات، اللانجز، البريدج،
او اذا بدها تركز اكثر على الابر بودي من عند جسمها يلي هن الكتاف الصدر او الظهر، كمان بتركز على التمارين يلي بتختص بهالمناطق. رح نحكي هلا عن الويت تريننج او حمل الاوزان. هيدا سبور يلي السيدات ايام بتخاف شوي منه او بتعتلهم، ولكن انا بحب اوضح واقول انه طبيعه هيك اكزرسات ما بتادي على طول لانه الشخص يعرض او يكبر كتافه او يعرض ظهره، لا بالعكس فيكون الافيه تبعه كثير ايجابي ويفيد بطريقه كثير منيحه، ولكن على شرط واحد انه السيدة تنتبه اول شيء لتمرينها، ما تكون على طول عم تحمل اوزان كثير ثقيله، واكيد لنوعيه الاكل يلي عم تاخذها، لان اذا على طول الشخص عم يتمرن بس ويت تريننج وعم يحمل اوزان كثير ثقيله وما عم ينتبه لكميه الاكل ونوعيته يلي عم ياكلها، اكيد بطبيعه الحال هالشيء رح يؤدي لزياده عضل وزياده حجم وزياده وزن. وطبعا بنزيد عليهم كاتيجوري كلاسز، هالاشخاص يلي ما بتحب تعمل سبور لحالها وبتحب تكون بجو او بامبيانس بجيم معينه ومحدده مع ميوزيك او مع ناس حدا تحمسها وتتمرن هي وياها، بيقدروا يلتجئوا للكلاسز. الكلاسز في كذا نوع كذا كاتيجوري، منهم هاي انتنسيتي يلي بيعلوا دقات القلب وبيساعدوا كثير على الضعف، منهم بيلاتس كلاسز يلي هن كثير بيساعدوا حتى الشخص يعمل تونينج او يشد جسمه بلا ما يكون عم بحط حيالله ريسك على مفاصل جسمه، منهم لاسملز كلاسز او البادي بامب او البادي اتاك يلي بيحملوا فيهم شويه اوزان وبيعملوا كثير رابس، هيك اكزرسيات بتحرق وبتربي عضل بنفس الوقت.